مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة على صور الأقمار الصناعية لهذا المساء. نلاحظ وجود كميات كبيرة من الغيوم العالية والمتوسطة تغطي أجزاء كبيرة من المملكة. مثل هذه الغيوم ستستمر في الظهور هذه الليلة وغدا. أما خرائط درجات الحرارة فنلاحظ أن المملكة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء تحت تأثير كتلة هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع واضح على درجات الحرارة. هذا هو اللون الأحمر، هذا دليل أن درجات الحرارة مرتفعة، لكن اللون الأصفر يمثل مناطق اللي درجات حرارتها أقل، وبالتالي فإن المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية حارة يومي الثلاثاء والأربعاء. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء تقريبا ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا، أيضا أجواء مغبرة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض 21 درجة مئوي. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم غد الثلاثاء أجواء حارة نسبيا إلى معتدلة لكنها مغبرة، درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 30 درجة. أما ليلا فتكون الأجواء تقريبا ما بين لطيفة إلى معتدلة، درجة الحرارة الصغرى 18. يوم الأربعاء أيضا الأجواء معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا وظهور بعض السحب العالية، درجة الحرارة العظمى المتوقعة 31 لكن الأجواء بالليل لطيفة إلى معتدلة، درجة الحرارة الصغرى 22 لكن يوم الخميس ارتفاع واضح وملموس، الأجواء حارة نسبيا، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 37 لكن ليلا بتكون الأجواء ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 25 درجة مئوي. أحوال جوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في إسكاكا وعرعر وتبوك، ظهور السحب العالية والمتوسطة، أجواء معتدلة نهارا لكنها لطيفة ليلا، إسكاكا العظمى 23 والصغرى 16، عرعر 22 14، تبوك 26 إلى 17 درجة مئوي. المناطق الغربية من المملكة أجواء حارة نسبيا إلى حارة، أيضا يتخللها مشمسة نهارا، يتخللها ظهور بعض السحب العالية. المدينة المنورة العظمى 34 والصغرى 23، جدة 31 21، مكة المكرمة أجواء حارة العظمى 37 والصغرى 22، الطائف 29 إلى 19 درجة مئوي. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء غائمة جزئيا، هناك احتمال لسقوط زخات متفرقة رعدية من المطر في منطقة أبها، العظمى المتوقعة في الباحة 23 والصغرى 17، أبها 26 14 وجازان 30 إلى 25 درجة مئوي. المناطق الشرقية من المملكة أجواء مغبرة معتدلة من حيث درجات الحرارة، تظهر أحيانا بعض السحب العالية، العظمى المتوقعة في الدمام 27 والصغرى 19، حفر الباطن 25 العظمى والصغرى 17، الإحساء العظمى 31 والصغرى 19 مع أجواء مغبرة. أما المناطق الوسطى ومنطقة الرياض أجواء مغبرة تقريبا، أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا، العظمى المتوقعة 26 إلى 17 في حائل، بريدة 27 إلى 16 والرياض 30 إلى 18 درجة مئوي. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، لكم أجمل تحية من طقس العرب مع تمنياتنا لكم بأوقات سعيدة وموفقة إن شاء الله.